بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من سلسلة دروس كتاب الأذكار للعلامة الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النبوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى كتاب أذكار الآكل والشارب، وهذا في الحقيقة من الأبحاث أو من الكتب الهامة الضرورية التي ينبغي أن يتعلمها كل فرد مسلم، وأن يعلمها كذلك الواحد منا لزوجته إن لم تكن تعلم، ولأولاده، ولكل من يعود. فهذا من السنن، من السنن العينية التي نحتاجها في الأعمال اليومية، يعني لا نستغني عنها أبدا، لنكون دائما في رحاب سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان في رحاب السنة كان تحت ناظري رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن عقيدتنا وظننا بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم أفراد أمته الذين هم يتمسكون بسنته، يعملون بسنته، يعملون بهديه، ويعلمون الناس سنته، ويعلمون الناس هديه. فأعظم بأن تكون من الناس أو الأشخاص أو المسلمين الذين تذكر في كل ساعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بأنك عامل بسنته، داع إلى سنته، هاد إلى سنته، آمر إلى سنته، فتكون معروفا محظوظا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من الأبواب التي ينبغي أن يعتنى بها. وللفقير، أنا كتبت رسالة صغيرة وطبعتها وسميتها الأكل والشرب بين السنة والبدعة، والبدعة بين إيش؟ بين العادة والسنة. إيه نعم، الأكل والشرب بين العادة، بين السنة والعادة، بين، وألفت مجموعة رسائل بهذا النحو، اللباس بين السنة والعبادة، وزيارة القبور كذلك، ألفت عدة رسائل. فلما كتبت تلك الرسالة الأكل والشرب بين السنة والعبادة، أنا الفقير انتفعت كثيرا منها. فها هو الإمام النووي رحمه الله جزاه الله عنا كل خير يعقد لنا كتابا في هذا الموضوع. فقال رحمه الله: باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه. أنت في البيت الآن، جاءت زوجتك وقربت إليك طعاما، أول شيء طبعا من المفروغ منه أن تشكر زوجتك على إحضار هذا الطعام، الإحضار هذا الطعام. بعض الناس ربما يستنكف، يرفض أن يشكر زوجته، يعني يرى نفسه الأمر كبيرا عليه، يأكل، تجده يأكل 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 يأكل، وعندما ينتهي من الطعام يستحي أن يقول لزوجته مثلا شكرا أو جزاك الله خيرا. فيندر يعني أولئك الذين يشكرون زوجاتهم على ما صنعوا من طعام. ولكن ينبغي، والله أنا الناس المقصرين في هذا الأمر صراحة، يعني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا. لذلك لما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية المطلقة للأهل، يعني للزوجة والأولاد، لن تكون إلا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نجتهد يعني أن نقلد ونتبع الحبيب الأعظم يعني قدر المستطاع. إذن أول شيء أحبابنا، وهذا ما أطالب به نفسي قبل ما أطالبكم به، يعني التوجه بالشكر لزوجاتنا
على ما صنعوا لنا من طعام وعلى ما بذلوا من جهد من أجل إرضائنا وأداء الواجب الذي يعني أنيط في أعناقهم. هذا الأمر الأول. بعد ذلك الآن قدم لنا الطعام، ماذا نقول؟ قال: روينا في كتاب ابن السني، يعني إن صنعت لك زوجتك طعاما، قالت لك الطعام طيب، جزاك الله خيرا، الله يجزيك الخير، يعني لا مانع أن تقول هذا الكلام. نعم. قد روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. الله، بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. بسم الله، بارك لنا فيما رزقتنا من البركة، من البركة، وهي الزيادة، زيادة الخير ودوام البركة، أن يزيد الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالبركة أن يزيد الله في إنعامه عليك، وأن يديم، أن يديم النعمة. فتبدأ أولا بالدعاء فتقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. تأمل، انتبه لهذا الأدب العظيم الجليل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لا ينبغي له أن ينسى الآخرة وهو يتعاطى نعيما من نعيم الدنيا، لا ينبغي. الآن قدم لي الطعام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. فلا ينبغي وأنت تتناول الطعام، تتناول نعيما من نعيم الدنيا الذي أنعم الله به عليك، لا ينبغي أن تنسى الآخرة. فأكثر ما يغفل الناس عنه، فأكثر ما يغفل الناس عن الآخرة هو وقت التنعم بالنعيم، وقت التنعم بالنعيم، ووقت قضاء الشهوة، ووقت قضاء المتعة واللذة. تجد الإنسان غافلا عن الآخرة، فتجده يأخذ من الدنيا حاجته وزيادة. فالنبي الكريم الرؤوف الرحيم السيد السند العظيم صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت انتباهنا: إياك أن تغفلك النعمة عن الآخرة. انظر، فكلام دقيق له ارتباط. لا تقل لماذا قال وقنا عذاب النار، إذا لماذا؟ كي لا تغفل عن الله، كي لا تغفل عن الله أثناء تناول أو الخوض أو الانغماس، أثناء الانغماس في النعم. لأنك إن غفلت عن الله وغفلت عن الآخرة ربما أدت بك تلك الغفلة إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله. الغفلة عن الله هي بحد ذاتها معصية. الغفلة عن الله، أن تأكل الطعام وأنت غافل عن المنعم، هذه بحد نفسها يعني كارثة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب معه جل وعلا. إذن اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. بسم الله. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا، أو ما في معنى أنت فعلت وليمة ودعوت أصدقائك وأحبابك إلى آخره. فعندما تجمعهم، يعني الآن لو أن واحدا منكم مثلا الشيخ مثلا سردار وهو في فرنسا فعل مائدة ودعانا كلنا عن طريق الانترنت وقال لنا تفضلوا كلوا، نتفضل إن شاء الله ونأكل، ونقول لهم اللهم بارك له فيما رزقته. نعم.
فإذا يستحب لك إن فعلت وليمة والضيفان ضيوفك بين يديك تقول لهم كلوا. قال اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام بسم الله، هكذا يقول لهم بسم الله، أو كلوا يقول لهم كلوا، أو الصلاة أو الصلاة، يعني كأن كلمة الصلاة هذه في عهد في زمن المؤلف كانت النطق بها بالعرف معناها أن كلوا، يعني تدل على تناول الطعام، والله تعالى أعلم. أو مثلا نقول لعل المراد بذلك السنة أنه قبل الطعام أن تغسل يديك، ووضوء الطعام غسل اليدين، فكأن يعني أنزل الأمر بالصلاة منزلة الأمر بالطعام لهذا الوجه، والله تعالى أعلم. يعني بعد إعمال الفكر طويلا في كلمة الصلاة لم أهتدي إلى وجه العلاقة بين الصلاة وبين الأمر بالطعام إلا ما ذكرته لكم. فإن اهتدى أحدكم لوجه من الوجوه في قادم الأيام لا مانع أن يسعفنا به فنكون له من الشاكرين، يعني يرسل لي رسالة وأنا أخبر الأحباب إن شاء الله تعالى. يعني العلم مذاكرة أحبابنا، العلم مذاكرة. قال أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل، تقول لهم تفضلوا على بركة الله مثلا، هل عندنا في الشام يقولون على بركة الله يا أحبابنا، بسم الله، استعينوا بالله، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على الأمر والإذن بالشروع في الأكل. قال ولا يجب هذا القول، يعني مثلا أنا الآن وضع الطعام أمامي، دعاني فلان أو دعوت فلان وفلان وفلان ووضعت الطعام أمامهم، هل يحتاجون ليأكلوا إلى إذن؟ قال لا، بمجرد ما وضع الطعام فلو أن أحدهم تناول الطعام بدون إذن خلاص انتهى الأمر، أبيح. فوضع الطعام بين يديك إذن بأن تتناول منه ما تحتاجه. قال ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم ولهم الأكل بمجرد ذلك، يعني بمجرد ما وضع الطعام بين أيديهم لهم أن يأكلوا. قال ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ، وقال بعض أصحابنا لا بد من لفظ بأن يقول يعني تفضلوا كلوا، والصواب الأول، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من الإذن في ذلك محمول على الاستحباب، بمجرد أن وضع الطعام أمامك كل. باب التسمية عند الأكل والشرب. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمي الله وكل بيمينك. طبعا الحديث جميعنا أو معظمنا يحفظه، وهو أن عمر ابن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحيفة، الصحفة في المائدة، يعني في الصحن تأكل يمين ويسار من أمام من خلف من الوسط تطيش في الصحفة، فقال لي مربيا ومعلما ومؤدبا يا غلام سمي الله، سمي فعل أمر، فظاهره أن الأمر للوجوب، قال لا هذا الأمر للندب وليس للوجوب، فالتسمية قبل الطعام سنة وليست فرضا ولا واجبا. طبعا أهل الله لا يفرقون بين الواجب والفرع، الأمور أوامر النبي كلها عندهم واجبة، لا تستبيح لهم أنفسهم أبدا أن يتركوا أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أجسادهم ولا تطيق أنفسهم، يخنقون إن فعلوا ما يخالف نهيا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستطيعون أبدا،
لا يستطيعون ترك أمر ولا يستطيعون فعل نهي. اللهم اجعلنا منهم يا رب، من خلص عبادك. قال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تتمة الحديث. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذه السنة الآن. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله، لما دخل قال، فتح الباب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك أحبابي أنا أنصح، أنا ما قرأت هذا في كتاب، ولكن أقوله اجتهادا، أقوله اجتهادا، لم أقرأه في كتاب، فلعله يوافق الصواب أو يجانب الصواب. أنت إن دخلت البيت ونسيت أن تقول بسم الله، ماذا تفعل؟ ارجع واخرج، ارجع واخرج وأغلق الباب، وقف دقيقة خارج الباب ثم اطرق الباب، وعندما تدخل تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لعل هذا إن شاء الله يحقق لك المرجو. ما قرأت هذا في كتاب، ما قرأته، ولكن هذا يعني يعني هكذا أرى، والله تعالى أعلم بالصواب. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان يعني لإخوانه وأعوانه وجنوده وأصحابه وخدمه وحشمه. الشيطان لا يكون وحده، الشيطان له جنود وله خدم وله حشم وله أتباع وله تلاميذ وله مريدون. قال لهم: لا مبيت لكم ولا عشاء، إيه؟ سنبقى خارج الباب، خارج البيت، فتدخل أنت إلى بيتك آمن مطمئن، لا شيطان يوسوس ولا شيطان يأكل من طعامك ويذهب البركة من أهل بيتك، فأنت إذن في حصن حصين وركن ركين، لأنك ذكرت اسم الله عز وجل قبل أن تدخل. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل الرجل يعني فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، هنيئا لكم، هل اليوم سننام على فراش هذا الرجل وعلى فراش زوجته وعلى فراش أولاده، وسنجلس في غرفة الصالون، وسنجلس على الأنترين، وسنجلس معه على المائدة، يعني نجلس معهم، ندخل الحمام، ندخل المطبخ، ندخل غرف النوم، غرف الطعام، يعني سننتشر في البيت دون أن يمنعنا مانع، اليوم نحن من أهل هذا البيت. قال: أدركتم المبيت، لنفهم معنى إيش أدركتم المبيت، يعني يدخل ويبدأ ينتشر في البيت هو وتلامذته وجنوده وأعوانه حتى يضيق البيت بأهله. يجلس الإنسان إلا يقول لزوجته: حاسس حالي ضاجر مخنوق، ليه؟ طبعا البيت يتسع لعشرة أشخاص، موجود في الآن أكثر من 100,000 شخص، أنت وزوجتك وأولادك وعشرين ألف شيطان، يعني سيضيق البيت عليك، سيضيق البيت عليك. قالوا: إذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، هنا يسر الشيطان وجنوده وأعوانه وأتباعه أي مسرور، فيقول: قد أدركتم المبيت والعشاء، اليوم إن شاء الله سنجلس وننام ونأكل فاكهة حلويات ماء بارد، ونسر سرورا، اليوم يعني نحن ملوك في هذا البيت، أدركتم العشاء المبيت والعشاء. هنا أحبابي لا بد أن ننتبه لأمر، وهو أن جماهير العلماء
جماهير العلماء ذهب، يعني جماهير العلماء من السلف والخلف، جماهير العلماء من السلف والخلف ذهبوا إلى أن هذا الحديث أدركتم المبيت والعشاء وغيره من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان من طعام الإنسان ومن في الواردة في شرب الشيطان من شراب الإنسان، هذه الأحاديث كلها محمولة على ظواهرها، يعني محمولة على الحقيقة بأن الشيطان يأكل من طعامك حقيقة. فأنت عندما تمد يدك إلى الطعام اعلم إن لم تذكر اسم الله عليه فإن آلاف الأيادي من الشياطين، أيادي الشياطين تنازع يدك، تنازع يدك، تريد أن تأكل من هذا الطعام. لذلك لا تجد البركة في الطعام، يصنع الطعام فيؤكل كله، يأكله اثنان، طعام العشرة يأكله اثنان. ليه؟ عدم البركة، لا يذكر عليه اسم الله، لأنه هناك شياطين أكلوا وشياطين شربوا وهكذا. إذن هو على الحقيقة، يأكلون على الحقيقة. ليه؟ قال لأن العقل لا يمنع ذلك ولا توجد أدلة شرعية تنفي ذلك. ومعلوم لديكم أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال يأكل الشيطان، يأكل، يتعشى، يبيد، ينام، فأسند إليه هذه الأفعال فهي على وجه الحقيقة. فانظر يا أخي ما لنفسك الآن، انظر لنفسك ماذا تفعل. فإذا ما دخلت إلى بيتك ونسيت أن تذكر الله اخرج من البيت واذهب، امشي خطوتين ثلاث أربع، يا أخي امشي خمس دقائق لا مانع من ذلك، كي ترجع فتدخل إلى البيت لوحدك. لأنك إذا قلت لم تقل بسم الله دخل معك جيش من الشياطين. نسأل الله لي ولكم السلام. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام، صنع أبو طلحة طعاما فأرسل أم سليم فقال اذهبي وادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبريه أن الإسعان صنعت قليل من الطعام، يكفيني أنا وهو وأنت. فكان النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، عدد كبير ضخم يقال 40 رجل من الصحابة وأكثر. فجاءت فقالت يا رسول الله، وكلمته هكذا سرا، يا رسول الله إن أبا طلحة يدعوك لطعام قد صنعه، يدعوك أنت فقط. قال أخبري أبا طلحة بأنني آت أنا وأصحابي. فنظرت هي هكذا، الطعام قليل لا يكفي إلا رسول الله وأبا طلحة وأنا معهم. فذهبت وأخبرت أبا طلحة، قال لها ماذا نفعل الطعام قليل. فماذا قالت له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بما صنع. انظر إلى يقين هذه المرأة، إلى يقينها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، هو أدرى بالمصلحة، لا علاقة لك، القي يعني عليك أن تلقي همك وحاجتك في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تقضى بإذن الله تبارك وتعالى. فسكت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لعشرة، وضع طعام قليل، أدخل عشر أشخاص. قال فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا الله تعالى، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، يعني طعام ثلاثة أكفى 80 رجلا، وفي ذلك معجزة عظيمة لسيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. إذن هذه معجزة لسيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة التسمية والذكر على الطعام. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد عنده سؤال أحبابنا؟ تفضل سأل. سكن في بيت واحد عدد من الناس، وعند الدخول سمى التسمية بعضهم ولم يسمى بعضهم. مولانا مولانا مولانا، كل واحد له شياطينه الخاصة، كل واحد له شياطينه الخاصة، لك شيطان أنت خاص بك، وله جنودا وأتباع وحواشم. فإذا أنت دخلت، فأنت إذا دخلت دخل وسميت شياطينك التي تضيق عليك المكان، شياطينك التي تخنقك، شياطينك التي تريد اقتلاعك وإرغامك على المعصية، لن تدخل معه، ستبقى في الخارج. فتجد الذي ذكر إلى الغرفة ولم يذكر اسم الله عز وجل مختنقا، وتجد نفسك مرتاحا. ليه؟ لأن شياطينه 100 أو 50 أو 10 أو 1000 يطوفون حوله، هو الكعبة وهم يطوفون حوله لخنقه. أما أنت تجلس هكذا فرحا مرتاحا ساكنا مطمئنا مسرورا بذكر الله تبارك وتعالى. سيأتي معنا أحبابي، سيأتي معنا سنقول، ولكن أنت بسؤالك هذا لا مانع أن نذكر. لو كنا الآن نحن جالسين على طعام، جالسين على طعام، نعم، وعشر أشخاص، واحد قال بسم الله والتسعة لم يذكروا اسم الله، واحد فقط قال بسم الله والباقي لم يذكروا، حرم هذا الطعام على جميع الشياطين. إذا واحد فقط قال بسم الله على هذا الطعام والباقي لم يسموا، حرم هذا الطعام على جميع الشياطين. وفي رواية: لا، لا بد أن يسمي كل واحد من الحاضرين. طيب أنا ما يعني، هل انتفعت من تسميتي؟ نعم انتفعت. ليه؟ ما كيف انتفعت؟ أنت المكان الذي تأكل منه مكان طاهر، هذا مقدس، الشيطان محرم عليه هذا المكان، أما باقي الطعام مباح له. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما دعينا إلى وليمة مثلا، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وهذا من باب الأدب، الطعام لا يبتدأ فيه حتى يبدأ كبير القوم، وكبير القوم في كل مجلس يختلف، يعني كبير القوم في هذا المجلس يختلف عن كبير القوم في مجلس آخر، فكبير القوم في البيت الأب، إن كان غائبا فكبير القوم الأم. ليس من الشرع، ليس من الأدب، ليس من الأخلاق إن وضع طعام أن تمد يدك قبل أن يمد أبوك يده، أن تمد يدك قبل أن تمد أمك يدها، ليس من الأدب هذا. وكذلك إذا كنت مع أستاذك، مع شيخك، مع معلمك، وضع الطعام تقف هكذا ساكنا حتى يبدأ أستاذك بالطعام. هنا انتبه، أدب كبير القوم أن يكون أول الناس ابتداء بالطعام، وأدب كبير القوم أن يكون آخر الناس انتهاء من الطعام. ليه؟ لأن العادة جرت إذا انتهى كبير القوم من الطعام الناس كلهم يرفعون أيديهم خجلا وحياء. سيأتي معنا إذا كنت في ضيافة مدعوون على الطعام، السنة أن تجهر بالبسملة، وليس من السنة أن تجهر بالحمدلة. عندما تنتهي من الطعام تقول الحمد لله سرا، ولكن ليس من الأدب أن تقوم عن المائدة، تبقى جالسا. فإذا كنت جالس على مائدة وكان أبوك جالس وأنت شبعت، ليس من الأدب أن تقوم عن المائدة، تبقى جالسا حتى ينتهي أبوك من الطعام أو حتى تنتهي أمك من الطعام. ومن عظيم الأدب
أن تتظاهر بأنك تأكل وإن كنت لا تأكل. هذه آداب، آداب ينبغي علينا أن نراعيها وأن نتعلمها وأن نعلمها. إذن الأدب ألا نبدأ بالطعام حتى يبدأ كبير القوم، وأدب الكبير، أدب الكبير أن يكون آخر القوم انتهاء كي لا يستحي غيره منا. وقد أنا الفقير جالست أشياخي وحضرنا معهم وتناولنا الطعام ورأيناهم كيف كانوا يبتدئون الطعام أول القوم وكانوا لا يقومون حتى يشبع جميع الحضور. فعندما يجد الشيخ أن الجميع قد شبعوا فيمتنع عن الطعام. وهناك قصة تحكى كنا نسمعها ونحن صغار. شيخ مرة مريد، شيخ عنده مريدون، عنده مريدون كثر، دعي إلى طعام، إلى وليمة، ووضع في هذه الملي وليمة ما لذ وطاب، انتبهوا كي لا تقعوا بما وقع به هذا الشيخ. وضعوا مائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام والحلويات والفاكهة، فأكل الشيخ، الشيخ كان من الزاهدين، أكل لقيمات ثم قام، والتلاميذ 30-40 تلميذ لم ينتهوا من الطعام، يعني ما أكل إلا القيمات، ونفسهم ترغب بطعام لم يروا مثله قط لأول مرة، ولكن كيف نأكل والشيخ قد رفع يده. فلما قاموا وهم راجعون مع الشيخ مروا من منطقة ومن فوقهم جسر، من فوقهم عرف الجسر كوبري، يعني كوبري، وهم تحت الكوبري، فإذا بهم تحلقوا حول الشيخ وقاموا بضربه، قاموا بضربه، قاموا بضربه، قاموا بضربه، لك لما تضربون؟ لأنك قمت على الطعام. لن أعود لمثلها، أعيدكم لن أعود لمثلها، أعيدكم لن أعود لمثلها. بعد شهرين 3-4 دعي الشيخ مع نفس الطلاب إلى وليمة كذلك فيها ما لذ وطاب من طعام وشراب وحلويات وفاكهة. الشيخ على عادته زاهد، أكل لقمتين وثلاث وقال الحمد لله. فإذا بعض الطلاب قال إن يوم الجسر ليوم عظيم، إن يوم الجسر ليوم عظيم، فالشيخ تظر هكذا وقال إن للعرب رجعة، ورجع لتناول الطعام. فلذلك مولانا تذكر دائما أنت قصة الجسر ويومه إذا كنت مع مريديك، فابدأ فكن أول قوم ابتداء وآخرهم انتهاء. إذن قالوا أو قال ذلك الصحابي لم نضع أيدينا حتى، هي أحبابنا يعني من قوسين إلى الدعابة، يعني هكذا، يعني كنا نسمعه ونحن صغار من باب يعني الدعابة. قال وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، يعني من شدة سرعتها كأن واحدا من خلفها يدفعها لتأكل الطعام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت جارية كأنها تدفع مسرعة تريد أن تأكل من الطعام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها منعها من أن تأكل من الطعام. ثم جاء أعرابي كأنه يدفع كذلك مسرع يركض يريد أن يأكل من الطعام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، اسمع، إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان يستحل، يعني معناه، معنى يستحل أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى. إذا يستحل بمعنى الشيطان يتمكن من هذا الطعام إذا لم يذكر، إذا شرع الإنسان بهذا الطعام بغير أن يذكر فيه اسم الله عز وجل. نعم الله. وكذلك كما قلت قبل قليل إذا شرع البعض دون البعض كذلك ما يستطيع الاقتراب، لا يستطيع الاقتراب، إذا ذكر واحد اسم الله على الطعام حرم عليه هذا الطعام كله. قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء الشيطان
جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يريد أن يأكل من طعامنا، فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي، لما أنا منعتها دفع أعرابيا، فجاء بهذا الأعرابي يستحل به، فأخذت بيده منعته، والذي نفسي بيده. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى، إن يد الشيطان الآن، إن يده أي يد الشيطان في يدي أنا ماسك الآن، مع يديهما، مع يد الجارية والأعرابي أنا ماسك الآن ثلاث أيادي، ولكن أنتم مش شايفين إلا يدين اثنتين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله تعالى وأكل وهو ماسك يد الشيطان ويد الجارية ويد العبد. إذن قال والذي نفسي بيده، وهذا كان قسم النبي عليه الصلاة والسلام دائما، ولكن هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بدون طلب. لذلك قال العلماء استدل بهذا الحديث ونظرائه على جواز الحلف بلا استحلاف، استدل بهذا الحديث ونظرائه على جواز الحلف بدون استحلاف، نعم، إن دعت الحاجة إليه، أما بدون حاجة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم عن أمر غيبي، هم لا يرون الشيطان، ولم يروا الشيطان قد دفع الجارية، ولم يروا الشيطان دفع الأعرابية، فلذلك وهو ليس طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤتمن عند الصحابة الكرام، مؤتمن عندهم، ولكن حلف عليه الصلاة والسلام ولا مانع من ذلك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، لم يبقى من طعام هذا الرجل إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه أراد أن يختم الطعام وأن يأكل اللقمة الأخيرة، قال هذا الصحابي بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، أخرج جميع ما في بطنه. قال العلماء هذا محمول على الحقيقة، محمول على الحقيقة بأن الشيطان قاء جميع ما أكله. وقال بعضهم لا، هو ليس على الحقيقة، وإنما المراد أن البركة التي ذهبت بترك التسمية كأنها كانت في جوف الشيطان، هذه البركة. فلما سمى الله هذا الصحابي عادت البركة من جوف الشيطان إلى المائدة التي وضعها. قلت مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء، وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.